لذلك ينضم إلينا هاتفيا من بيروت السيد فيصل عبد الستار الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. مرحبا بك سيد فيصل في نشرة أخبار زاغروس. بداية، ما هي الرسالة التي أحب السيد نصر الله إيصالها إلى العالم اليوم؟ مساء الخير لكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافه للتصريح. فيصل عبد الكاتب وليس عبد الستار. طبعا يعني سماحه السيد نصر الله اليوم يعني كان له كلام مقرر سابقا وقد اجل نتيجه الفجعه التي المت في لبنان، واختار اليوم ان تكون هذه الكلمه متلفزه وتبث عبر وسائل الاعلام. طبعا يعني الحاله الوجدانيه والانسانيه هي الاساس في مطلع هذه الكلمه، لانه يعني ظهر وكانه هو المعني، وهو المعني فعلا بكل هذا الذي حدث، كونه واحد من المواطنين اللبنانيين، واحد من المسؤولين اللبنانيين، وكل هذا الذي اصاب لبنان والشعب اللبناني اصابه شخصيا واصاب حزب الله على المستوى الشخصي بشكل مباشر. المساله الثانيه هي تعليقه الاساسي على بعض وسائل الاعلام التي ذهبت الى تسليط الضوء واتهام حزب الله بهذا الامر، وان حزب الله بسببه حصل اللي حصل، او بسببه لانه هو يخزن اسلحه وصواريخ في ميناء بيروت، مما شكل حاله تحريضيه عبر بعض وسائل الاعلام المحليه وبعض وسائل الاعلام العربيه مع الاسف الشديد، وكانها كانت تتماهى ايضا مع ما يريده الامريكي والاسرائيلي بشكل او باخر، في حين ان العداء بين امريكا واسرائيل وحزب الله مفهوم، لكن ان يتحول هذا العداء والحقد والكراهيه لبعض وسائل الاعلام فهذا امر يعني ربما يستوقف كل واحد منا ما الذي تريده هذه وسائل الاعلام سوى اللعب بالفتنه في لبنان وفي الداخل اللبناني، وهي تهيئ الارض المناسبه والخصبه لمثل هذا الامر مستغله وجع الناس والام الناس. المسألة الثالثة هي في رفضه لمبدأ التسييس الدولي، أو ربما للمطلب الدولي الذي يتحدث عن لجنة تحقيق دولية، وإن كان لم يلفظ هذا التعبير بشكل مباشر، لكنه من الواضح أنه كان حاسما في هذه القضية عندما قال إذا كنتم لا تثقون بأحد في الداخل اللبناني على سبيل المثال، أنتم الذين كنتم تحتفلون بعيد الجيش منذ أيام وتقولون أن الجيش اللبناني حامل الوطن وسيادة الوطن، فلماذا يعني لا تثقون؟ نعم سيد فيصل، يعني وضحت الفكرة، لكن هل يمكن اختزال كل لبنان بحزب الله؟ لأن هذه الكارثة لو كانت إسرائيل من تقف وراءها، فهل إسرائيل استهدفت لبنان أم استهدفت حزب الله؟ هذه هي المشكلة في لبنان. لا يريد البعض أن يفهم أن هذا الأمر هو على الشكل الذي تفضلت به، يعني لو افترضنا أن العدو الإسرائيلي هو الذي قام تحت مبرر أن هناك مخزنا ما لحزب الله، أو أن هناك شحنة لحزب الله على سبيل المثال وعلى سبيل الفرض، أليس هذا اعتداء فاضحا على لبنان وعلى السيادة اللبنانية؟ فلماذا هؤلاء يريدون تقديم التبريرات للعدو الإسرائيلي ولأي أحد، ولا يقبلون بأن يكون حزب الله ليس له علاقة بهذه القضية؟ الملفت في هذا الأمر أستاذتي الكريمة، وأنا أتحدث معك، كان السيد وليد جملاط موجود على إحدى القنوات العربية السعودية تحديدا، كان يتحدث وكأنه يوزع الاتهامات حتى بعد كلام وخطاب سماحة السيد نصر الله، وقال بالحرف الواحد: لا اريد السجال مع السيد نصر الله، لكن اتوجه اليه بسؤال، هل يعقل ان يكون هذا الكم من شحنه الامونيوم في مرفأ بيروت ولا يعلم بها حزب الله؟ وكانه يقول للعالم ان حزب الله هو الدوله وهو الحكومه وهو السلطه وهو الذي يدير مرفأ بيروت. هذا الكلام برايي هو اخطر بكثير من ان توجه اتهاما مباشرا أن هذا الأمر كان على شحنة أو كان على مستوعبا في تواريخ للمقاومة. نعم. أو لحزب نعم الله. سيد فيصل، نعم الرئيس الفرنسي من بيروت، عفوا إن كنت تسمعني، الرئيس الفرنسي من بيروت أعلن أنه يحمل مبادرة سياسية لحل الأزمة في لبنان، هل تعتقد أن لبنان بحاجة إلى مبادرة سياسية أم إلى إرادة لحل الأزمات؟ يا سيدتي في الشكل نعم لبنان ربما بحاجة إلى زيارات من رؤساء
أصدقاء وأشقاء، وهذا أمر معنوي بلا شك، وهذا أمر يترك أثرا كبيرا. لكن يعني إذا ما أردت أن تسأليني عن زيارة الرئيس ماكرون، نعم هناك وجه إيجابي بالتأكيد بهذه الزيارة، لكن الرئيس ماكرون أيضا وقع في تناقض مع نفسه، إذ أنه كان في الظهر أو في الصباح كان شيء، أو في النهار كان شيء، وفي المساء عندما التقى رؤساء الكتل النيابية والقوى السياسية كان شيئا آخر. يعني بمعنى من المعاني هو دعا إلى أن يكون هناك ابتعاد عن القوى السياسية، وأن يكون هناك اختيار من الشعب خارج الإطار السياسي، ثم عاد ليقول أنتم مدعومون لتشكيل حكومة وحدة وطنية. فكيف يستقيم هذا الأمر مع دعوته النهار بطريقة مختلفة، ومن ثم يناقض نفسه في الليل في مثل هذا؟ في كل حال لا أريد أن أتبحر كثيرا في هذا الموضوع، لكن الواضح أن ما من أحد في لبنان ممكن أن يقبل الآن أي نفس وأي تدخل في الأمور الداخلية اللبنانية. الزيارة ربما أدت غرضها الأساسي، وهو يعني صبغ حالة من الدفع المعنوي والدعم للبنان، وهذا هو المهم. أما باقي القضايا التي طرحت سواء من قبل الرئيس الفرنسي أو من غيره، لا أعتقد أن سيد فيصل، يعني هل تعتقد أن حجب الكارثة التي حلت ببيروت ستكون قادرة على إعادة ترتيب الخارطة السياسية في لبنان، أم ستبقى الأجندات الخارجية هي سيدة الموقف؟ باختصار لو سمحت. طبعا نحن هنا بين خيارين، بين خيار يدعو إلى تدويل الأزمة في لبنان ويتكئ على هذه الكارثة التي حصلت دون أن يعرف ماهيتها وأسبابها ومسبباتها، ودون أن يعرف لجنة التحقيق إلى أين ممكن أن تمضي، ويعني من سيحاكم بهذه القضية، لكنه يريد استغلالا سريعا لهذا الأمر ليحسن من شروطه السياسية ومن واقعه السياسية في الداخل اللبناني. وبين خيار آخر قال عنه السيد نصر الله اليوم، ربما هذه الكارثة على قاعدة رب ضارة نافعة، ممكن أن تعطينا الدفع والأمل لخلق مناخ وفرصة من أجل بناء دولة حقيقية، بعيدا عما كنا نعيشه طيلة السنوات الماضية أن الدولة مشظات، وأن الدولة متحاصصة ومتقاسمة على كل الأفرقاء السياسيين. هل نحن سنسلك هذه الفرصة، أم أننا سنذهب إلى مزيد من استدعاء الخارج واستدعاء الوصايات واستدعاء التدخلات كالذي يفعله زنبلاط وغيره من الشخصيات الأخرى؟ من بيروت السيد فيصل عبد الستار، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك. عبد الستار.